احنا هذه الأكلة بنسميها إلها مسميات كثيرة في فلسطين وبالذات في الجنوب. ناس بنسميها أكل فتة عجر، ناس بنسميها اللصيمة، ناس بنسميها القرصة، وإلها أسامي متعددة، كل منطقة بتسميها بناء على تراثها. وتعمل في شهر تموز من كل عام في وقت نضوج أو في بداية نضوج البطيخ، نعملها يمكن في السنة 3-4 مرات فقط. الأكلة هذه من الأكلات البسيطة التي لا تكلف شيء وتكون من زراعة البيت. اعتاد الناس منذ القدم على هذه الأشياء البسيطة الذي يقومون بزراعتها في أرضهم، وأكل من منتجاتهم من مكوناتها الدقيق والبندورة والفلفل والملح كويس، وهذه المكونات اللي تقوين عليها وهي عصب حياة الإنسان كويس. يدخل فيها الزيت، زيت الزيتون، وهو من أحد مكونات بناء الجسم، إضافة إلى البصل والمخللات والزيتون والأشياء الموالح التي تعطي حيوية إلى الجسم. إحنا كفلسطين هذا تراثنا، وبالذات أهالي منطقة قطاع غزة وبالذات خص الجنوب.